يا أهلا ومرحبا بالجميع على قناتكم، قناة أحدث صيحات الموضة العالمية والأفكار والنصائح المفيدة والجيدة في الموضة أربي فاشن موديل. مع تقديم موديلات ونماذج فساتين صيفية وغيرها الكثير للمقاسات الكبيرة، وأيضا نقدم نصائح وأفكار جيدة ومفيدة في الموضة للحصول على إطالة مناسبة وأنيقة أكثر. أفكار ونصائح كيف ترتدي البونشو بأناقة هذا الشتاء مع إطلالة أحادية اللون. إنها أبسط طريقة للحصول على مظهر أنيق وجذاب مع البونشو الخاص بك. فقط ارتدي ملابس سوداء أو بيضاء أو بيج على سبيل المثال، ونسقها مع بونشو من نفس اللون. وإذا كان زيك عاديا ويفتقر إلى النقوش أو السادة، يمكنك هنا تنسيقه مع بونشو منقوش أو مخطط أو أي بونشو مطبوع آخر. وإذا كنت ترغبين في تحديد البونشو أثناء ارتدائه وترغبين في أن يخفي من حنايات بالكامل، يمكنك تجربة ارتداء الحزام. إذا كان البونشو مفتوحا أو فيست، فيمكنك تحديد الحزام بلون أو رفعه.